السلام عليك يا سالم، يبدو أنك مستمتع باللعب. سأحدثك اليوم عن ظروف الطريق التي من الممكن أن تواجهها أثناء قيادتك للسيارة. عند إغلاق أحد مسارات الطريق للإصلاحات، اتبع حركة السير ولا تغير مسار المركبة بشكل مفاجئ لكي لا تربك السائقين من حولك، وحافظ على مسافة آمنة بينك وبين المركبات من حولك. خفف من سرعتك عند المنعطف تدريجياً ولا تستخدم المكابح بقوة، فذلك يؤدي لفقدان السيطرة على المركبة. قد بالطريق الآمن ذي السطح الأملس المعلم بالإشارات الواضحة كالخطوط البيضاء وعيون القطط، وتجنب الطريق المليئة بالأتربة والحصى قدر الإمكان لكي تحافظ على سلامتك وسيارتك. عليك أيضاً أن تكون منتبهاً لعقبات الطريق كالدراجين مثلاً أو المشاة، وكذلك المركبات البطيئة أو المتوقفة والتي تقلل من اتساع الشارع. من الأفضل أن تجعل المركبة تسير في وسط المسار، لأن جانب الطريق قد يكون متآكلاً بسبب الحرارة أو الأحمال المرورية المتكررة. انتبه جيداً من الحفر لأنها قد تؤذي المركبة، وتجنب تماماً السير بالمياه العميقة. أما بالنسبة لبقع المياه غير العميقة فيفضل عدم السير عليها، ولكن إذا اضطررت لذلك قم بتجفيف المكابح بالضغط عليها عدة مرات لأن المياه تقلل من فعاليتها. ابتعد أيضاً عن الأجسام الغريبة وإن بدت لك آمنة، فصندوق ملقاً في الطريق قد يخفي أدوات حادة أو أسلاكاً كهربائية تسبب الضرر لمركبتك. أوه، يبدو أنك فزت باللعبة، تهانينا. تذكر دائماً أن تقيدك بقوانين المرور يحميك ويحمي من حولك.